اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه بصناره. هعمل النهارده صينيه لوت بالفريك والخضار، وهعمل معاها سلطه البطاطس بالكابوريا والجمبري. هبتدي الاول بالصينيه الفريك واللوت. المكونات: فريك منقوع في ميه، بقدونس وكزبره فريش، فلفل الوان، ثوم، ليمون شرايح، سمكه لوت كبيره، جنزبيل فريش، شطه، كمون، بصل، طماطم، وفلفل حار. طبعا انا هستعمل فلفل حار، وايه وهستعمل كمان شطه باودر، والجنزبيل ده باودر مش فريش. عشان اسهل بقى الامور كلها، هاخد بوله واحط فيها البهارات، يعني معلقه كبيره كمون، شطه زي ما حضراتكم تحبوا، هنحط نص معلقه صغيره، معلقه كبيره الزنجبيل، ومعلقة صغيرة بس مليانة ملح، وهقطع بقى الايه الثوم. يعني الصينية كبيرة والمكونات كتير، فهقطع حوالي 5 فصوص ثوم بس، ايه عشان هتدخل الفرن نخليها الحجم يبقى كبير شوية، يعني يبقى الثوم حجمه كبير شوية. وهياخد نص البصلة وهقطعها حلقات كده، او يعني نص حلقة. لما بعمل كده واحط كل المكونات مع بعض في بولة، بتبل كل حاجة، فيبقى كل المكونات واصلة لبعض، يعني كل حاجة واخدة نفس الطعم. ممكن اخلي دي كده في الاخر، وهقطع الطماطم برضو يعني نقول مربعات. وطبعا ما دام هنستعمل الفرن، يبقى لازم الفرن يبقى والع وجاهز من الاول. هحشي شويه بقى من الفريك جوه السمكه، وهحط الباقي حواليه، وايه هنزوده ميه. طبعا لسه هستعمل زيت، مش هننسى الزيت علشان يبقى ايه الفريك يكمل سواه. هو لما بيتنقع بيطرى، بيخف يعني، بيفك شويه، لكن هيحتاج ميه عشان في الفرن هيبقى ايه هينشف. هنحط نقول نص كوبايه من البقدونس ونص كوبايه من الكزبره. ناخد بقى ايه 5 أو 6 معالق زيت، هاخد برضو الليمون، خلي كده ايه كام واحدة هنا، دول علشان احطهم في الفتحات اللي في السمك. اقلب بقى الخلطة كويس، لما بعمل الخطوة دي ببقى متأكد ان كل التتبيل واصل لكل الخضار. اكبر صينيه بقى موجوده عند حضراتكم، وهاخد شويه من الفريك هنفرشهم كده في الصينيه من تحت. وطبعا هستعمل ميه او مرقه الموجود، بس ما يعني مش محتاجين مرقه، الميه هتبقى كفايه. وهاخد السمكه، احط شويه من الفريك هنا كده، وشويه من الخلطه، لان جوه السمكه ده مش هيبقى واصل له الخلطه كويس. فلما بحط الزيت بقى والفلفل والحاجات الحلوه والثوم والبصل، ده هيبقى ظاهر، والباقي على السمكه من بره. والفريك طبعا مش هغطي السمك كلها، انا بس بحط كده عشان اقلب شويه من الفريك مع الخلطه، فيبقى كله واخد الطعم.
كده الخلطه دخلت في الفتحات اللي معموله في السمكه. افكر حضراتكم بقى ما تملوهاش على الاخر علشان الفريك ده لسه لما هيستوي هينفش عشان ما يطلعش من الصينيه. وهاخد الليمون، احط بقى الليمون كده في ايه، يعني ليمونه في كل حته من الفتحات اللي في السمكه عشان ما يبقاش الليمون زياده ما يخليش حاجه تمرر. ممكن نحط هنا كمان، هرص الفلفل. هزود ميه علشان الفريك يكمل بقيه سواه. ميه قد ايه؟ لحد لما نشوف الميه بقت فوق الفريك، يعني يا دوب، يعني مش بقى سنتي، لا يعني يا دوب بس تبقى فوق الفريك حاجه بسيطه. بس. دخل ديل السمكه جوه علشان لما اقفل عليها بورق الالومنيوم تبقى مظبوطه. لازم نقفل عليها كويس قوي قوي، بس المهم تقفل عليها علشان البخار يطلع والفريك يشرب المايه اللي جوه. فرن بقى 180، ممكن 200، هنسيبها حوالي نص ساعة، ممكن تقعد 40 دقيقة لأن السمكة كبيرة. تطلع بالشكل ده. يبقى أول طبق كان صينية سمك لوت بالفريك. هطلع فصل وأرجع أعمل لحضراتكم سلطة البطاطس بالكابوريا والجمبري. خليكم معايا بعد فصل. رجعت من الفصل، عملت صينية لوت بالفريك. هعمل دلوقتي سلطة كابوريا وجمبري وبطاطس. المكونات: جمبري، كيبر، ليمون، شبت، فلفل أبيض، زعتر فريش، ذرة حلوة، كابوريا صوابع مصنعة، مايونيز، وبطاطس مشوية في الفرن، مربعات أو مكعبات مشوية في الفرن. هعمل أول حاجة بس الجمبري. أحط طاسة على النار وهحط زيت زيتون معلقة كبيرة سخنة جدا. خلي بالنا حاجات بسيطة قوي دي، يعني لما نلاقي الطاسة سخنة قوي كده ما نحطش فيها الحاجة، هنلاقي الحاجة اتحط هتتلسع من بره والسوا مش هيبقى مظبوط، فنستنى عليها لحد لما تهدى. انا كنت سايبها بس عشان الجو برد فلازم تبقى ايه سخنة، بس لو سخنة قوي لازم نستناها تهدى. وبعدين احط الجمبري. وارجعها على النار كده عندي فلفل، ممكن اديله رشه فلفل، مش هحط ملح زي ما حضراتكم بقى عرفتوا ان الملح بيسحب اي ماده، بيسحب اي سائل في البروتين فبيخليه يبقى ايه ينشف وقت الاكل. احط الدريسنج، ليمون، عصير فلفل ابيض، زيت زيتون، يعني نقول 3 معالق، معلقة ملح صغيرة، وأحط نص أو 3/4 كمية الزعتر والشبت وشوية من الكيبر. برضو نخلي بالنا لما بنحط كيبر الحاجات الحادقة، كيبر، زيتون، جبن، الحاجات دي لما بتبقى موجودة ما بنزودش الملح قوي عشان ما يبقاش الاكل مالح زياده. وهاخد معلقه من المايونيز كبيره، ولو مش عايزين مايونيز ممكن نحط بداله زبادي. نقلب الجمبري بقى،
ممكن دلوقتي حتى بعد ما قلبت الجمبري اشيله من على النار خلاص، السخونيه اللي في الطاسه هتكمل السوى عشان ما ينشفش ويجلد. نقلب كله كده. هاخد مضرب احط بقى البطاطس والذرة الحلوة شبت كيبر طبعا. صوابع الكابوريا المصنعه دي مش محتاجه اي حاجه، مش محتاجه تسويه يعني. ممكن لو عايزين نعملها في طبخه تانية نشوحها بشويه زبده او شويه زيت زيتون ممكن. وهقلب الدريسنج كويس لحد لما كله يتجانس مع بعضه. ناخد شويه من الدريسنج كده هنا. طبعا نستنى شويه على الجمبري لما يهدى عشان دي سلطه، وبعدين نحط الجمبري فوق كده. ونحط كمان شويه من البطاطس. شوية من الذرة الحلوة. شوية كمان شبت. كيبر أو الكبر. دريسنج. وآخر حاجة شوية الزعتر اللي موجودين. حط بقى طماطمية عشان يبقى بقية الألوان كلها مظبوطة. يبقى أول طبق كان سمك لوت صينية بالفريك، وتاني طبق سلطة بطاطس بالجمبري والكابوري. ألف هنا وشفا، وشوفكم في حلقة جديدة.